انضم الينا من القاهره الدكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدوليه. دكتور حامد اهلا بك، تحدثنا في اخر تساؤل حول مع دكتور بلال حول موضوع التهجير واستمرار اسرائيل بنهجها المتصاعد بهذا الخصوص، ما هي مخاطر هذا التهجير القسري حتى الساعه في ظل التحذيرات المصريه المتصاعده باتجاه هذه الخطوه؟ اهلا بك استاذ رعد، واهلا بالساده مشاهدي القاهره الاخباريه. طبعا يعني هذه الخطوه بما لا يدع مجال للشك تضع يعني معاهده السلام المصريه الاسرائيليه على المحك، لان هذه الخطوه تمثل تهديد خطير للامن القومي المصري، تمثل تهديد خطير لثوابت مصر في عدم تصفيه القضيه الفلسطينيه، باعتبار ان الدوله المصريه هي المعنيه الاولى بالقضيه الفلسطينيه وتنظر لها باعتبارها هي قد ام القضايا وقضيه مصريه بامتياز. وبالتالي استمرار اسرائيل في هذا النهج المتعنت الذي سيؤدي الى اتساع دائرة العنف سيجعل الأمور تصل إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة أن هناك بعض المواقع الإخبارية العبرية تؤكد اضطراب الدبابات المصرية على الحدود المصرية كدلالة واضحة على أن الدولة المصرية لن تسمح بأي حال من الأحوال بتهديد حدودها، وأن السيادة المصرية هي غير مستباحة، وبأن الأمن القومي المصري يعني هو أمن قومي لا يستطيع لأحد أن يتجاوزه. وبالتالي أرى أن كل الأمور تتجه في إطار أننا نسعى إلى تهدئة وترطيب الأجواء في المنطقة، السعي وبكل قوة إلى إيجاد موقف دولي قوي داعم لعدم تصفية القضية الفلسطينية، خاصة أن العالم الآن يعني يتجه إلى الإيمان برؤية مصر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة ومباركة أكثر من 153 دولة للعمل على وقف شامل لإطلاق النار. وبالتالي لابد أن يتم الضغط الآن من قبل الإدارة الأمريكية التي أصبحت في خندق واحد مع يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة 160 دولة في العالم يقولون لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا للاعتداءات على قطاع غزة، لا للعمل وبشكل كبير على قتل المدنيين واستهدافهم. وبالتالي لابد أن يكون هناك وقف شامل الآن لإطلاق النار والتحرك في اتجاه دعم الرؤية والسردية المصرية التي تسعى بكل قوة إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط. نعم الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية من القاهرة، شكرا جزيلا لك، ونأمل فعلا من الله أن تنطفئ هذه الحرب في أسرع وقت.